الخميس اللي تأخر الخميس عرنا بنات فوق عشاء جاب لي خط من يقراب أنا أقراب 7 سنين ما أنسى. أيوة سيارة ده. أي خدمة؟ شو أي خدمة؟ أنا إذا عبيك أنت كان دقيت عليك الباب شو طلعك أنت؟ يلا داخل يا خرس. يلا داخل يا خرس. إيه يا عم أنا حرس البناية. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا سعيد. وبركاته. آسف تأخرت عليك يا ربا. ربا منو؟ منو ربا؟ آسف قصدي رضا يا أخوي نسائي. أنا ترى نسائي لا تلومني. يا عطية روح انقلع هات لنا 2 شاي. عندكم كلام سر بتوزعوني. الله انقلع. ايوه انقلع. اللي انقلع. تعال سريح رضا. ان شاء الله. وقول لي رمس خير ان شاء الله شو عندك؟ اسمع سعيد. انا سمعت انك انت حاط عينك على ميرة بنت غريب. هباك الرب ايش دراك انت؟ بابا انا ذكي افهم في الدين اعرف عندي كل مكان عيون داخل هذا البناية شو تقول انت؟ هي والله تاتي بصدق اخوي رضا. انا في خاطري في ميرة وابغي اتزوج الصراحة. لكن كل ما ابغي اسير اخطبها يقولوا لي مخطوبة حق واحد اسمه محمود. لكن عاد نو محمود هذا كنا فارس بني عبس. هي فارس ما يخصك فارس تقولها. بعد محمود منو؟ محمود خولد عباس اخوي ما يخصك. انت اسمع الخطة اللي بقول لك. انا عندي خطة. الشاي. اوه يا شاي بهذا السرعة هذا ما بعطيه عباس سريع ما شاء الله عليك. اصله كان جاهز في الدلة. يا عطية روح انقلع داخل وهات لنا شاي من الغوري. يلا. ايه انا واحد ابغى شاي كشري شاي سنجين هذا الشاي هذا اللون هذا الشاي ما يجيب راسي. يلا شغل عند اهليكم. الله يعني ما قلت تشربوا دايما ما تتعبونيش يعني. عطية ايوه الله يعطيك اليهد. فكنا عاد عندكم كلام سر ها؟ يلا يلا انقلع سشت. يعني مش هتشرب الشاي؟ يلا الحمد لله يا ربي. يلا هرمس يا رضا خطتك. اسمعني انا عندي خطه ما يخرش الميه يخلي الجو خالي حقك تخطب بنت غريب على كيفك. زين قولي شو هي الخطه بسرعه. اسمعني انا اقول انت ترفع الايجار على كل المستاجرين مال البنايه الا غريب. يقوم عباس اخوي يعصب. ليش؟ لان انت مسوي تفرقه من بينهم. ما شاء الله عليك يا رضا. تفكير شياطين ها؟ عيل طول في عمرك انا الحين رايح المكتب. هي نعم بسوي لهم رسائل والكل ان شاء الله بيستلم. هذا الكلام الصح. وعباس مالي ازهلي مره خلي علي انا. انا بستوي سوسه داخل مخه بلع 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 لما يستوي ثور على كلها داخل بلعي. يا هي الرمسه اللي ما دانيها. اشو ثور ما ثور؟ يثور مثل ما تفضل يثور. يلا حياك. حياك انا خدافز. بارك لي يا عمي زادوا راتبي. شفته قلت لك شفت ويه زبيدة يشفى خير عليك راتبك زادوا. تستاهل اي بارك الله. بصير اشوف الباب عمي. روح تستاهل ولا. مرحبتين. هلا عطيه. ازيك يا محمود؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله بخير. اتجوزت ولا لسه؟ لا والله لسه. لسه. طيب خذ الرساله دي سلمها للوالد. ها الرساله هذه اي من عند منو؟ من صاحب العماره. يلا مشكور. السلام عليكم. تفضل عندنا. السلام عليكم. خير. هذه رساله يا ابنها عطيه يقول من عند صاحب البنايه. حتى هذا عطيه اصلا نحيس ما يبي ولا اخبار زينه. خلنا نشوف شو جايب عطيه. اشوف إلك عباس سعيد رفع عليك ايجار 8000 درهم. ها 8000 درهم زياده ايجار. زين ولا ما شو 8000 إيجار مينون الزرب داخل مخ يزيد 8000 إيجار داخل أزمة اقتصادي إجي بعد باختي. غريب شو فيها الرسالة؟ شو فيها بعد زيادة إيجار؟ إيه زين كانه مبلغ زهيد وشوية ما عليه كم يعني؟ والله يعني مثل ما تقولين الحمد لله 1000 درهم. الحمد لله رب العالمين. زين الحمد لله. الصراحة هذا سعيد باين عليه ريال قنوع. عيب ان شاء الله تصير طالعهم منو بعد هذيل. زين قدرت. هذا عباس ما حد يحرق جرس الباب الا عباس. نعم
عباس. نعم. السلام عليكم ابو احمد. عليكم السلام ورحمه الله. ابو احمد اعطوك هذه رساله مال زياده ايجار؟ اعطوني. شو رايك في الموضوع؟ شو راينا بعد؟ احنا ناس مؤجرين وخلاص يعني غصب علينا بعد بندفع. بس حرام ابو احمد هذا الظلم. عباس عباس انت لا تسوي مشاكل، تبغى تطلع من عمارة اخو اطلع، لا تسوي مشاكل يا ريال. رزا الزياده لازم يكون قانوني. عباس الله يهديك، ايش حق انت من فعل ومحرج؟ ترى السالفه ما ترزا بصراحه، والمبلغ تافه. مبلغ تافه ابو احمد؟ 8000 زياده مبلغ تافه؟ شو صار عندك بير بترول طلع ماي؟ 8000؟ هل انا عباس بس 1000؟ شو 1000؟ انت اخوي عباس هاش هزار، 8000 هذا لا 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 لا، هذا انا اعتبره ظلم صدق ظلم عباس. هذا تفريق عنصري. مثل ما تفضل تفريق عنصري هذا، كيف كذي؟ لا عباس لا تقبل، سعيد هذا ما يستاهل ولا حتى شرخي. حتى مالك اخوك رضا يدور لك مكان سكن، مكان ثاني جميرة وسطوة وكرامة. سعيد نايلون مجنون مجنون. ما عليك مني سعيد، اخوي عباس اعرفه مثل الطبل، صوت ولا بطل خالي ها، بي شوي بيقول بيأثر بينرفز بيقول، ما عليك مني، بعدين بيحدي لا تخاف. يا اخوي ما فينا يكفخنا بهالقد وماله، ها ترى ما فينا على صدعه. انت يا سعيد الله يحديك لا تخاف، انت هذا انا اعرفه اقول لك. سعيد هلا ممدوح. ابو محمود. يا سعيد ابو محمود، ولا انت يعني ما تعرف تقبض الرمسه؟ انا اقبض نيطان، بس انتوا تموا قبضوا رمستكم. يا جماعه خلونا في الموضوع الرئيسي. قول كلام اخوي رزق. سعيد خليك داخل الموضوع الرئيسي. يوم انا عندي سؤال مهدد واريد اجابه مهدده. ليش تزيد علي ايجار 8000 وعلى غريب 1000 بس؟ يا اخي عمارتي كيفي هين عن اللي ما يستاهل ازيد له، واللي يستاهل ادفع له من جيبي حلالي. لا لا باين مره من شكلك انت تبغي تطفشنا من العماره. لا انا ما اريد اطفش حد. هين عن المصاريف وارتفعت، الكهرباء وارتفعت، حتى كثرتكم ارتفعت، كل شيء ارتفع. والرحمه بعد ارتفعت؟ لا لا كلا والبطه، نحن مالنا جلسه داخل هذه العماره. لا احنا اللي مالنا طلعه من هذه العماره. بابا محمود وين مالنا طلعه؟ من وين هيب 8000؟ بابا لا تخاف، انا بدفع من جيبي 8000 درهم، بس طلعه من هالبنايه ما في. وليش تدفع من جيبك ها؟ ليش تدفع من جيبك؟ داخل بلاد ما في بناء غير هذا البناء، في 50 بناية أحسن وأنظف، على الأقل ما في مشك، ما في فيران. هاي هاي هاي، شو قصدك فيران؟ أنا بدفع 2000 بس. لا، 8، قصدي 2000 بس. سمعوني زين، الشقق وايدة وعلى قفا ما يشيل. قفا؟ الموضوع صار في قفا؟ أفا ولا أفا؟ أفا؟ أعطيك بسك الحين. يا سمران اخوانا العزيز، شو هاللعبة هذه؟ والله يا ليه صلاني اضرب بطله فته. سيد سعيد انا مستعد ادفع 8500 مع رسالة شكر وتقدير لك على خدماتك. وصلت خان؟ الا بتخبرني شلت تخليهم يضربونك؟ ما ضربوني اقول لك، كانوا بيضربوني. انت تبغى صدق على هالامور هذه؟ بالك اثنين من هذيل اللي عورتهم كذي، هذا يسمونه ماما نسيب بدقارديه، يمشون الا وراك يحرسونك. صدق يا اخوي، ترى اللي سويته في الريال انا اعتبره ظلم. هي والله يعني انت الحين زايد لنا 8000 درهم وانا يارا 1000 درهم. يا اخوي بين شيقر يعني الصراحه. لا هو عادي اذا طول في عمرك تبغيني ازيدك 8000 عادي. لا 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 يا اخوي، ايش له؟ ايش حقه؟ لا أنا راضي بالألف. أنا شنو أتكلم؟ وش لي يا سعيد أنت زايد إنه 8000؟ الحمد لله أنت ما عليك قصيرة، زيد الفقير 8000 أنا أبوه طمعها بزين يا أخوي، ولا شو تقول أبو أحمد؟ والله يا أخوي اللي تقوله عين العقل، كلامك صحيح يا سبران، لكن عاد الله يهدي سعيد ما بطايع يسمع الرمسة. فالك طيب يا عمي غريب، ها يوم اللحية الزيادة طلع عمرك زيادة ملغية، ها كله ولا زعلك، ها كله وزعلك. تامر شيء ثاني؟ والله أستاذ سعيد ما بعرف كيف أشكرك، أسلت صدري وبرت قلبي وبرت بيتنا بعد. بس يا أبوي صار لك ساعة وتتمدح فيه. يا أخوي خلا يمدح، هين عم خلا يمدح، بلاك أنت، أنا تراني مسوي لكم فضل، بلاك ما تطب كذا. سعيد قم لقم، أنت كيف تلغي زيادة مال إيجار لأبي هالهو؟
رزا شو الكلام تقولي مشكوك في امره؟ شو تقول عباس؟ انا قصد يعني ما هب انا واحد يتمنى علينا صح ولا لا؟ رضا لا تدخل، هذا عباس الخيل وبركه. شو سويت يا سعيد؟ خربت السالفه كلها الله يهداك. لا خربط ولا شياته، انا سويت فضل غريب وانا الحين تراني كبرت في عينه. بس عباس اخوي الحين ما استفاد شيء، بالعكس عباس الحين بيلزق في الاماره مثل سوبر جلو اخو فاطمه جلو. اشو سوبر جلو ما سوبر جلو؟ لا انا طول في عمرك عندي طريقه ثانيه. قول قول سعيد قول، انا احب الشر احب اسمع النضال. قول شو سويت؟ قول. انا طول في عمرك ما بزيد عليهم حرام، هي بس بقطع عليهم الكهرباء. ها طلعت انزل مني. عباس عباس انا استويت هارهم ليه ما تبنتم كذي؟ اتصل على التواري. لا بابا دقيت على التواري قالوا مو من عندكم، من عماره مالكم قالوا مو من عندهم. اتصل حق عتيه يصير تشوف. انا دقيت على عتيه ما يرد، مسكر بابا ما ادري وين نافذ صاير. استغفر الله عباس انا ياس ازوبهم. ياس الزوبين انا صاير نقانق مسلوك بابا. اه عرفت انت الحين شو اللي صاير؟ عرفت شو اللي صاير؟ ما عرفنا صاير، انت عرفت شو صاير؟ ما ادري بس انا بسالكم الحين، الكهرباء مقطوعه عندنا احنا بس هني في شقتنا ولا العماره كلها؟ سؤالك وجيه محمود، جاوب انت يا عباس. بابا شو قالوا لك؟ حلك الاسعف. انا بجيب لكم الجواب بس تريوني شويه. ها وي وي وي. مرحبا محمود. هلا ولدي. مساك الله بالخير عمي. مساك الله بالنور. عمي غريب، انتو عندكم كهرباء؟ شو كهرباء؟ تدور من عندنا كهرباء؟ كان امتياز جدر بعطيك شويه. لا يا عمي انا قصدي الكهرباء عندنا مقطوعه، انتو عندكم شغاله؟ هي والله شغاله اكيد، تكنس وتنظم. من اشوفك احب انكد. ليش انتوا الكهرباء مقطوع عندكم للحين؟ اي والله يا عمي 3 ساعات واحنا جالسين في الحر والرطوبه، والوالده بتتعصب علينا، وانت تعرف بعد قولي اذا عصبت شو تسوي؟ اي لا صدق عاد قولي تعلم كله، ولا قولي اذا حر رجعت تغير طلع لسانه وتشرق عيونه. قولها خلتي هني قبل لا تنفجر عليكم، خلتي عندنا كهرباء هني. ها؟ قول حق امك تتفضل عندنا، تفضلوا ايران نحن ايران، تفضلوا عندنا هني كهرباء تعالوا عندنا. يعني كلنا؟ كلكم كلكم. مشكور عمي، دقايق بس قرهم وبنيكم ان شاء الله ان شاء الله. دقايق. انا ما صدقت. تعالوا بوي كلكم تعالوا، هذه بدايتها. انتوا اصحاب فزل. اندو تقولي أوه. يقول القايل بلي انه الجار قبر الدار. شي قايل وانت يارتنا الباب بالباب الله هديك، وش خانه اليار اذا ما يساعد ياره؟ سوا له لسان يا جماعه. حي الله من يانا حي الله. قولي عاد اسمحي لي يا اختي، ترى احنا تغدينا وخلصنا وهذا اللي تم باجي عندنا. افواليت يوم ميسة. اهم شيء هنا ياسين في البلد. بس يا اخويتك انا يونس افكر داخل ثلاجه اللحم والدياي والخضره اخاف يختربون. ماما ويدي قولي بلي شي قم خليه للدياي واللحم في الثلاجه والثلاجه خربانه. يمي قومي زياتي بتحوم الخضره قومي زياتين. يعني كذي رايت يوم الخير؟ نعم هي صدقها سيري يجيب الاشياء اللي تخترب. ولا ابو احمد خجلتني صراحه، مو بعرف يعني اقول لك شو يعني. فعليك ما بعرف يعني افزالك وين اودي يعني، فوق راسي في ايدي. الجار للجار يا عبا. ما قصرت ابو احمد ما شاء الله عليك، فكيتنا من الايجار وعين قاعدين في بيتكم مريحين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. تستاهلون. عباس بلي انا بروح البيت هون بجيب الاغراض اللي داخل الثلاجه عشان ما يختربون. خو خدا حافظ خدا حافظ. أبويا نحن سايرين المكتبة. أي الله يحفظكم إن شاء الله، توكلوا على الله أبوي. عمي غريب إذا تبغيني أروح وياهم السوق وأحرصهم ترى أنا حاضر. لا 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 يا ولدي لا ما يحتاج، جزاك الله خير ما قصرت. ترى أنا بناتي على فكرة مدخلين دورة تايكواندو أفعلي، وبعدين المكتبة ورا البناية ما يحتاج ما يحتاج. أبوي ما تبغى شيء من المكتبة؟
لا عباس. بلي. تبغي شيء بالمكتبة؟ بعمل خبز وقافي شوي لو يبون زين. أقول سيروا سيروا بوي سيروا إن شاء الله وردوا بسرعة يلا. للأسف. للأسف. يرحمك الله. أي يرحمك الله للأسف الشديد أقول لك يتبتشى حيلها أميتها زين كذي هين أباس وآيلة الكريمة يارسي عند غريب داخل شقة مالها ما دير يلوم سوالف ضحك لا تقارب أفكار تدوش يعني تقارب أفكار الله يطب أخوك هذا شتم ولد أباس ما بدأ أباس عباس لو سمحت اللي هو عباس هذا الصحة طويل الله ياخذه قول الحين شو الحل الحل عندي أنا أقول أنت تصير ترجع كهرباء مال شقة منه شقة عباس عشان ما يكون عندهم أذر يرسون عند غريب داخل البيت ونشوف آخرتها وياك شو يا عطية عطية والزهرة ما عطية عطية أيوة يا سعيد أمر الحين تروح ترد لي كهربة عباس فاهم ولا ثاني أنت طول ما أنت واقف مع سرزة ديه ما احنا شايفين خير انقلع حاضر يلا زشت زشت انقلع السلام عليكم عمي رضا. عليكم السلام بنت ميرة. السلام عليكم. ايش حال عيسكم حمامة؟ طارت. عباس معمود يلا تعالي زود زود نروح البيت هون كهربا رجعت ولا؟ رجعت قولي بشر شلا بالخير ما قصرتي الحمد لله وامد روح 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 ماك بخيب مانع اغرازنا دياي هذا اعطينا عندكم خزرة فالودة مانع اعطيناكم يلا يبو 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 شبلك عفان الله عفان الله سربوا بيتكم بنيب الاغراض عقب شوي السرعة بو احمد ما اطلع اشوفه قدامي يطلع واحد ورا الثاني يبي يبي اه بناكلهم نحن عباس عيب عليك هون تقول هاك الريال كذي هون هذا جزاهم يعني خليها هاكم هدية أبوي ترى أمي صدقها أنت المفروض تقول لهم مشكورين ما قصرتوا على الضيافة تقول لهم أعطونا دياينا بابا محمود شوفي شوفيك بابا مانا شارينا بفلوسنا الحق حق له أبوي في فرق بين الحق وفي فرق لما تكون لحف بس أبوي لا حق ولا لحف ولا باطل أنا ما نبغي منكم شيء أنا بك أنت حن ميتين على ديايك راس مالك نص دياية ونص قوطي فالودة تذلني ما نبغي خوي هدايا من عندكم ما نبغي هدايا سمة ودياي ما نبغي الله الغني أنا أبوه عباس مسرع ما ردت الكهرباء وبينت على حقيقتك أي وين المديح قبل شوية وين الجاري الطيب لا 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 وين أغراضي أبو عمد سر عواتي في شوية لخبط علي ما فهمت أنا غلط آسف ولي خلاص سامين سر بيتكم بس قاعد احمد افع عليك سر بيتك قاعد قم سر بيتكم الكهرباء يا لا ما نكسر جارنا ابدا بابا قولي سيري عند زباب السولفي محمود شغل التلفزيون تفرج عليه لا ان شاء الله بابا قاعد روح كهرباء ردت سر بيتكم خلونا نريح لا 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 عيب 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 ما نكسر ربعنا لا هاتوا الشاي حق محمد ايه ده معقول أبو عسكور في حينا يا مرحبا يا مرحبا دكتور لا تأذينه يا سلي يا مرحبا كأنك طايف على ليلة العمرية إيه أبو عسكور مالك شكلك الآن كده يعني مالك في إيه مالك ده مش كويس لصحتك أخذ بالك مش كويس لا الآن ولا لاحقا أنا متوتر شوي يا سلام عليك أنا ما بيعجبني فيك غير ذكائك وفهمك وبتفهمها وهي طايرة كده ما عرفش ليه يعني ده أنت أنتيكا يخرب عقلك والله تصدق يا سعيد ليلة الحين ما طلعوا يهرسين في شقتهم ليلة الحين والراي شو الحل لا هو في لا مؤاخذه يعني دكتور نعم السؤال انت يعني الدكتور ما شاء الله كبير ها ما شاء الله شو علاج الفضول والله يا اخ رزا ما فيش علاج للفضول في الحقيقه نست لا هاست نست انا اقول هاست وانا اقول نست ما فيش لا هاست رفس في كبدك ترجع لك هارسيتك يا بيشهر يا رزا بتقول علي ان انا فضولي وعايز تضربني في شدي كمان شاهد يا اخ ابو عسكور ولا اقول لك انا مش هكلمه علشانك انت مع السلامه اسمع سعيد ما في الا حل واحد ها قول ترك طفرت باليوم تقطع الكهرباء من شقه غريب هي عشان غريب وعائلته يروحون عند عباس ما سوينا شيء لا انت اسمع اقطع كهرباء من شقه غريب وما شقة عباس عشان كل واحد يجلس داخل شقة ماله يا عطية والزهرمار عاد اسمحوا لنا يا جماعة
صرنا عاد في الهواء سوا مثل ما يقولون. والله يا عمي احسن ما في العمارة جيرتكم، الصراحة انتم ما قصرتوا ويانا بشيء مول. اي ولا صدقت محمود. والله مشكورين هو ما قصرتوا وانستونا وانستونا والله. حياك الله يا قولي. غريب ابوي كان سالفة الكهرباء هاي بعدها بالطول، انا ابوي بصير صوب صبيح احسن لي. والله صدقت يا ضبابة، شوف ان هاي العمارة شوف يا ابوي مشاكلها زادت تشوف. اي والله حتى الصراصير كثرت في المطبخ. ابو احمد انا اقول خل نطلع منه ماره نفتك منه ومن مشاكله له. خلونا الحين في مشكلتنا، اسمعني عاده كنديشنات ما شيء، وانا صراحه ضربتني الحراره في يدي ما قهر الحر. مشكور يا رضا مشكور ما قصرت، صراحه اليوم هذا كان حافل. اي والله يا سعيد هو كان حافل حافل، بس لو شوي بعد اقفل كان احسن شوي، بس الزين ان كل واحد رجع لحاله وخلاك من الموضوع. بس تعال يا ريال ترى انا ما استفدت شيء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مرحبا يا سعيد، زين يوم شفتك، زين يوم حصلتك يا ريال، أدورك دوارة، أدورك في السماء ولجيتك في الأرض. هلا غريب، هلا إيش حالك؟ إيش حال الأهل؟ الأهل؟ وترك أنت خليت أهل في العمارة؟ أفا، ليش عاد؟ شو ليش عاد؟ يا أخوي تعال ترى عمارتكم هاي مشاكلها زادت، أشوف مشاكلها ما توقف، ما أدري شو سالفتها، أنتوا إيش حقار تقطعون على الكهرباء كل دقيقة؟ لا بس طول في عمرك الحمولة كبيرة شوي. شو حمولة؟ ما انت عندك اماره ولا عندك بيك اب اسمه هذا حمولة؟ شو حمولة يا اخوي؟ اسكت وانطب خلي رمس الريال. وبعدين تعال يا اخوي تي مني والدرب وتزيد علينا الاجار، سكتنا ما قلنا شيء، لكن خدمات العماره من سيئ الى اسوء. يا اخوي اخوك حسين يوم كان هنا صحيح يغلط في الاسامي ما تعرف ليش يقول، لكن لا زاد علينا الاجار ولا الكهرباء انقطعت. اخوي انا اقول لك بصراحه، انا وهلي بنطلع من العماره. ورفجة ما طلعت واللي تباه بيصير، ها؟ يوم ناحية الزيادة ازهلها، ويوم ناحية الكهرباء الحين طول في عمرك بخليهم يصلحوا الكهرباء في خلال ساعة، وإذا ما صلحوا الكهرباء في خلال ساعة لك اللي تباه. اسمع أنا من رأي سعيد أنت تتلع عباس، عباس مو بزين دائما يسبك من وراك، ها؟ هذا قليل أدب عباس عارفه أنا. الله يسامحه الله يسامحه، أنا باخذ على كلام الريال هذا الطيب. جزاك الله خير، أحسنت أحسنت يا سعيد وما قصرت يا أخوي. يلا عمي يلا يلا دهدي يلا 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 شد حيلك يلا شد حيلك شد حيلك بشو شو ما باقي قدامك شيء وقت ما شيء وقت 57 دقيقة يلا أبوي 3 دقائق طافوا تحرك يلا بسرعة ما قلت أنا بترجع الكهرباء خلال ساعة. الكهرباء فاق طيب فاق طيب. عمي وش هالاكل هذا؟ جايب لنا جبن وخبز لبناني وبيض وفاصوليا، وش نباه هذا؟ كي احنا ما صفاصيف، بنتك كل يوم عقف بطنها 7 ديايات نعم تطحن انطحان، انا اللي جالس حبشان احسن لي من هذا الشغل. الحمد لله. الله يهداك شو تبغانا نسوي؟ هذا نحن جالسين من الحين 5 ساعات مول لا كهرب لا فرن ولا شيء، زين هذا اللي طلع بدنا. والرطوبه عاد اليوم عاليه وانا ما دانيها، تضربني الحياطه والصكه. يا أخي يا أبوي أنا مكياجي كلها اخترب، خلنا نزير نيلس عند عباس. صدقها مريم خلونا نزير شقة عباس، تراني الجو مو المبكيوت. يا أمي حتى شقة عباس ما فيها كهرباء، البناية كلها ما فيها كهرباء. ما عليش عموه الخبر عندي أنا، قوموا بيوديكم المنطقة الشرقية، هناك بتعيشوا على ضوء القمر. هي نعم وبرقدكم في السيح وهذاك الهواء الحلو، وابوي بتستانسوا علي. قوموا وانا وحلي اليوم اني بنام عندكم، بس شكلي برد وميت. يلا والله انا اللي شكلي بطلع من هالعماره وافتك من اللي فيها كلهم، شكلي انا اللي بهج وبطلع وافتك. وين الخبز؟ وين الخبز؟ منو هذا اللي استغلني واكل خبزي في الظلام؟ منو اللي اخذ الخبز في الظلام؟ وين الخبز؟ عمي انا كليته. ترى انتو يا سي السولفو ما تاكلوا؟ لا والله لا. انت كليته؟ ايه اكل كسرو. اعوذ بالله انت منو؟ انا عطيه عطيه. انت مين انت؟ انا سعيد على العماره. انت ايش قايل حركت علينا الفيوزات؟ انت ما تفهم؟ انا اللي يا حول الله يا رب. يا عمي من كتر ما بنشغل ونطفي نشغل ونطفي نشغل ونطفي، اتحرك الكابل وحصل ماس. ماس ولا فضه؟ والله. زين وهالكهربائي متى بيصلحه؟ الكهربائي عايز قبل الجيد، والمحلات قافله بكره ان شاء الله. بكره شو بكره يا ريال؟ وغريب شو نسوي به يا عمي؟ ينفلق ما كل العماره النور مقطوع منها.
يا عطية شو ينفلك ما ينفلك، الله يهداك تفضحنا قدام قريب. اسكت اسكت اسكت، في واحد جاي. اسكت منو هذا؟ يكون حرام بلا شو يني هذا. قلب قلب نور قلب. ايوه يا سعيد، ايه يا سعيد، معقوله يا سعيد، معقوله يا سعيد، انا تعبت يا سعيد. افتح بقك. ابقى عد عليا اللوز ملتهب عندك، خد بالك. انا تعبت يا سعيد، تعبت حرام عليك، وانا لما بتعب عيني بتزغلل. يا علك الزغليل، ليه ما تشلق عينك؟ ترى منو فيك يا اخوي غريب. هي نعم، ترى الكيبل نقع ويباله تغيير، وباكر ان شاء الله بيتصلح. ايها لين باكر ونحن بوي وين بال في الرطوبه هذه اللي موجوده عندنا. عيوز طال عمرك اسميها بتفطس بتموت، ما يجوز منك هات اللي بارك الله فيك يا اخي. ودها كفتري المطار. ودي كفتري المطار. سعيد يا سلكت انت، وين ودي انت بالصد تلبس ولا تشد؟ سعيد سعيد وينه؟ عيني عيني عميتري يا عباس. شو صار؟ اشوف شو صار بعد. اشوف العماره تدمر يوم ورا يوم. لا يكون ناوي بعدك تطرده من البنايه. اقول ابوي عباس، قوم ابوي جهزوا عماركم، قوم تلبس، خلونا نسير فندق، ندور لنا فندق نسكن هناك، يعني بيموتوا في رطوبه الليله. صدقت يا عمي، ترى كل ليله الحريم. عمي انا اعرف فندق محترم وقريب من هني ويسوي خصومات محترمه، ايش رايك؟ هسي احد من عندهم؟ شو ترمس انت يا محمود ويا حياتك تقول يا الحان خفاش؟ لا بتيسون هني. انا بسير اجهز بيجامي مالي. شو بعد هالرمس هالبيجامه مالي يا اخوي قريب؟ شو تباتوا الفندق؟ ترى مو حلوه من حقكم. شو قايل مو حلوه في حقنا؟ الله يهدينا ويهديك. يعني نحن الحين ما نتشاور الا بالبجالي، تبانا نبات هني بالحر؟ لا اخوي، اهلي بعد يباتون برطوبه صعبه وايد. اسمح لنا يا سعيد. ماذا؟ يلا ابوي ماذا؟ قولي حق بنات تجهزن، بنسير الفندق. عباس صار يلبس بيجامي، جاهز بيجامي مالي. يا هي سالفة، كل اللي سويناه وخططناه راح بوش. يا سعيد سعيد يا سعيد، بقول لك يا سعيد، ايه الاخبار يا سعيد؟ بتباتون في الحر. لا سعيد انا ما اقدر شبت في الحر يا سعيد، ما اقدر شبت في الحر، انا عندي حساسية في جسمي، ولو نمت في الحر هعيا، ولو عيت مش هتلاقي حد عليكم. عير ارتز مكانك هني. يا سعيد سعيد ما اقدرش يا سعيد، انا بخاف من الضلمة يا سعيد.